حذر مسؤولون في منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسف من تردي الوضع الإنساني في اليمن، معتبرين دخول نحو 2 مليون جرعة تطعيم إلى مطار صنعاء أمس السبت مجرد خطوة صغيرة في سياق التعامل مع الأزمة الإنسانية في البلد الذي قسمه الحرب. وخلال مؤتمر صحفي اليوم في العاصمة الأردنية عمان، قال المدير الإقليمي لمنظمة يونيسف في منطقة الشرق الأوسط، قال إن الكثير من الإمدادات لم تصل بعد إلى الأطفال. حطام يلخص المشهد. التحالف يغلق الجو والبر والبحر. تعتيم يحجب الرؤية. واليونيسف تكشف أن 2,200,000 طفل يعانون سوء التغذية الحادة. مخزونات البلاد من الوقود واللقاح ستنفد خلال شهر وفق المنظمة الدولية. المنظمة تحذر أيضا من أن نقص اللقاحات في حالة استمرار الحصار ستبقي 1,000,000 طفل دون تطعيم ضد شلل الأطفال والحصبة. ما وصل من مساعدات حتى الآن وصفته اليونيسف بأنه مجرد خطوة صغيرة. أكرر مناشدتي لكل من له قلب يعنى بالأطفال ألا يمنعنا من إيصال الاحتياجات العاجلة والمطلوبة بكمية كبيرة. كان يوم أمس مجرد خطوة صغيرة جدا وقد يبدو كبيرا، إدخال 1,900,000 جرعة من اللقاح، ولكن هناك ملايين اللقاحات الضرورية التي يحتاجها الأطفال هنا. إذا منع ذلك سيكون هناك انقطاع للتحصيل الروتيني للأطفال في البلاد. إذن الموت قصفا أو جوعا هو ما تبقى أمام اليمنيين إن لم يستفق العالم. مأساة لا يبدو لها نهاية كالحرب التي بدأت منذ العام 2015. أزمة إنسانية تصدرت صفحاتها الكوليرا التي فتكت بأكثر من 500,000 شخص، والآن المجاعة تهدد حياة 7 ملايين شخص، بينما تكشف الأمم المتحدة أن 21 مليون يمني في حاجة للمساعدة. حرب الطعام في اليمن تبقى رواية لم يحسن كاتبوها غير عزف نشيد الموت.